واحد من الناس القليلين جدا اللي يعرفوا كويس قوي يصطادوا الفرص ويستغلوها. ها؟ طب امشي من وشي، انت بتقول اي كلام وخلاص. بص انا همشي احسن عشان دمي ما يتحرقش من واحد زيك. مشرادة، هم عاملين تخفيضات في السوق ولا ايه؟ انت شاري حاجات كتيرة قوي. حلمك عليا، هحكي لك كل حاجة، خليني بس اخد نفسي الاول. ابقى خد نفسك بعدين، قولي انت شاري كل الحاجات دي للاول. ما تسألينيش جبتهم ليه، المفروض تسأليني جبتهم لمين. يا ولاد تعالوا هنا، تعالوا شوفوا بابا جاب لكم ايه. ايوه يا بابا. ايوه يا بابا. هادي بص انا جبت لك ايه، بنطلونين، واحد وعليه التاني ببلاش، ودي بقى علشانك انتي يا سكر. اهي دي سماعات اصلية، ودي شوية كتب عشان العفريت الصغنن. يلا يا اولاد افرحوا. وده شال حرير علشانك يا ست الكل، ودول بقى شوية حاجات عشان بابا. انتي عارفة كله بيعدي لما الواحد بيعمل اللي عليه. قولي بقى، هو انت كسبت في مسابقة ولا ورست وانا مش عارفة؟ انا لا كسبت ولا ورست ولا اي حاجة، انا لسه ما دفعتش فلوس الحاجات دي، بس هبقى حاسب عليها لما فلوس العمود تخش الحساب. هيجيلنا 25,000، وانا اشتريت الحاجات دي ب6,000 بس. 25,000؟ ايوة. انا سمعت انهم 50,000 روبية. انا فهمت. ال25,000 روبية التانية هتروح لمين بقى؟ ايه؟ ما احنا لازم ندي نصهم لمرزاه. هو انت عايزة تاخدي الفلوس كلها لنفسك؟ انت عارفة مرزاه ده عمره ما بيفوت اي حاجة في الدنيا ابدا، عاوزاه يفوت فلوس. وليه نقسم الفلوس مع مرزاه؟ دي حاجة مش من حقه. افهميني بقى، عمود الكهرباء هيتركب في نص القصر بالظبط، فلازم نديهم نص الفلوس. ده مش ممكن يحصل، بتاع ايه نديهم نص الفلوس؟ وعلشان ايه عمود الكهرباء يبقى في نص القصر؟ ليه مش عندنا احنا وبس؟ سكينة الوقت فات على الكلام اللي انت بتقوليه ده، انا مش بايدي اخد القرار، احنا لازم نعمل زي ما شركة الكهرباء عاوزة. يعني الاكل والشرب وكل اللي انت عملته مع الموظفين والناس اللي في المنطقة راحوا كده على الفاضي؟ ما راحوش على الفاضي ولا حاجة، هناخد 25,000. انت ما تعرفيش انا عملت ايه علشان اجيب المبلغ ده، جبته من بق السبع. احنا خسرنا 25,000 روبية، انت مش هتفهم ابدا، ما كانش المفروض توافق، كنت المفروض ترفض وانا كنت هتصرف. ده مش ممكن، يعني القصر يبقى بتاعنا والحي هو اللي يتحكم فينا ويحدد العمود يركب فين؟ انت اللي غلطان انك وافقت. جودو هات لي الحاجة بتاعتي من عندك جوه. هو ايه ده؟ هو انت هتروحي تتخانقي مع الحي؟ خليهم هم يخلصوا شغلهم، دي حاجة مش بايدينا، ما ينفعش تتدخلي يا مشرا، انت مش نافع في اي حاجة اصلا.